فصل من فصول السنة فواكه معينة بالنسبة للصيف، ونظرا لارتفاع حرارة الجو وطول مدة النهار، يحتاج الناس إلى تناول الفاكهة الغنية بالسوائل للتخفيف عليهم وللتعويض عن نقص السوائل في الجسم. فما هي أبرز هذه الفواكه وما الحصص المطلوبة يوميا؟ للمزيد تنضم إلينا من دبي اختصاصية التغذية لما سنجر. أهلا بك لما في صباح العربية. وبما أنه إحنا بنعاني من حرارة الجو خاصة في منطقة الخليج، الفواكه اللي بتنصحي فيها خلال هذا الفصل والقيمة الغذائية لها؟ أوكي، أول شيء صباح الخير لكم جميعا. مثل ما سبق وحضرتك حكيت انه نحن كثير بنركز على الفواكه بالصيف لانه شوب كثير بحاجه لحتى نعوض السوائل اللي نحن بنخسرها خلال فتره النهار. رح نحكي عن ابرز خمس فواكه بالصيف. هلا في كثير فواكه غير الفواكه اللي حقنا اذكرها، بس رح جرب ركز على هولي لانه هولي اجمالا بالخليج وبالشعب العربي منا لوكلايز ببلد معين. حنبلش اول شيء بالبطيخ. البطيخ كثير مفيد لانه مين فينا ما بحب البطيخ، غير انه ببورد وببل الريق، بيحتوي على نسبه 92% من السوائل، بيحتوي كمان على الفيتامين A. الفيتامين A كثير بيساعد بصحه البشره وصحه النظر لصحه العين، بيحتوي على شيء اسمه لايكوبين. اللايكوبين هو مضاد للاكسده، بنلاقيه بيعطي لون الاحمر للفواكه او مثل البندوره او البطيخ. هذا كمان كثير مفيد لانه مضاد للاكسده، بيحتوي على الفيتامين سي اللي بيقوي المناعه، اوكي، وبنفس الوقت بيحتوي على البوتاسيوم. البوتاسيوم فيه ميزه كثير حلوه انه بيساعد الاشخاص اللي بيعانوا من الضغط انه يخفض ضغط الدم عندهم. ممتاز. هذا بالنسبه للبطيخ. يس. هلا بالنسبه ل حنحكي هلا عن المانجو. كمان مين فينا ما بحب المانجو، خصوصا بس تكون صفره ومستويه منيح وريحتها بتجنن. المانجو كثير كمان غنيه بالفيتامين A. شيء زياده عن الفيتامين A انه كمان بيساعدنا على صحه الشعر عنا، غير نقص النظر والبشره. فيه ميزه ثانيه، ميزه الفيتامين سي، غير انه بيقوي المناعه كثير، الفيتامين سي بيساعد بتكوين بروتين الكولاجين. الكولاجين هو بروتين كثير مهم بالجسم للجلد والبشره، لقوه البشره والنضاره بجسمنا ببشرتنا. شغله ثانيه، بيحتوي على نسبه كثير عاليه من الالياف. كثير بيستفيدوا منها مين يلي بيعانوا من الكوليسترول، لانه الالياف بتساعدنا انه نتخلص من الكوليسترول السيء بالدم، وبيساعد كثير الاشخاص اللي بيعانوا من مشكله الامساك، لانه اللي بيعانوا من مشكله امساك كمان الالياف بتساعدهم انه يتخلصوا من مشكله الامساك. ورح اقول لكم معلومه شوي غريبه، اللي بياكل مانجو مع قشره احسن واحسن، لانه قشره المانجو فيها الياف كثير. يمكن ما الكل اللي بيتقبلها، بس انه اذا جبنا مانجو صغيره ما تكون قشرتها كثير سميكه واكلناها مع القشره اتس بيرفكت. طيب هذه اي نوع مانجو علشان نستفيد منها؟ هلا في عندك هنا المانجو اللي بتجي صغيره وطريه، اجمالا الالفونسو او الهنديه او الباكستانيه اللي بتجي كثير صغيره وقشرتها فيري سوفت وطيب كثير. رايح اشتري كرتون اليوم. طيب خلصنا من المانجو، ما بعده؟ اوكي، بيرجع عندنا الدراق. الدراق كمان هذه الفواكه اللي نحن كثير بنشتاق لها، ما بنشوفها الا بفصل الصيف. الدراق غني كمان بالفيتامين A والسي، وغني بالفيتامين E. والفيتامين E هو مضاد للاكسده. هلا كثير عم بقول انا مضاد للاكسده، بس لنفسر انه مضادات الاكسده ليه نحن بحاجه لها، لانه في شيء اسمه فري راديكلز او الجذور الحاره بالجسم. مضاد الاكسده هو اللي بيأذونا الخلايا بجسمنا، فمضادات الاكسده شو بتعمل؟ بتتخلص منهم، يعني بتتخلص من هول الفري راديكلز، مشان هيك بتحمينا من خطر الاصابه بامراض السرطان وامراض القلب والشرايين. اوكي، سو الفيتامين، سو الدراق بقلبه فيتامين A C و E، وكمان كلهم مضادات للاكسده. وفيتامين E اكثر شيء بيلعب دور بنضاره البشره وصحه البشره. بيحتوي كمان الدراق على المعادن، نذكر منها البوتاسيوم، المغنيسيوم والحديد. المغنيسيوم كثير بيساعدنا تو فايت ديبرشن للاشخاص اللي عندهم مايجرين. لما حتى لا يروح علينا الوقت، ماذا بقي لدينا؟ احنا تكلمنا الان البطيخ، الدراق والمانجو، فاضل لنا اثنين. صح، الدراق بحاجه
السرطان البوتاسيوم مثل ما قلنا بيساعد انه يعدل مستوى الماء بالجسم. نرجع نحكي اخر شيء على الكرز. الكرز فيه ميزه كثير حلوه انه هو انتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهاب. اوكي ونحكي كمان عن العنب. العنب بقلبه فيتامين كي اللي هو كثير منيح للعظام وللانسجه وللذاكره. شنو الكميات اللي ناخذها؟ ما هي الكميات التي نتناولها يوميا على الاقل؟ انا راح اروح اشتريهم بس بخاف يرتفع السكر. اجمالا لا هو اجمالا حتى مريض السكر مش ما لازم ينحرم من الفواكه. لازم ناخذ 3 حبات فواكه بالنهار، يفضل النوع فيها ما ناخذ نوع واحد. كل حصه غذائيه من الفواكه بتتراوح بين 60 ل 100 وحده حراريه حسب حجمها وكبرها. بالنسبه للفواكه اللي انا اكلتها الحصه الغذائيه للمانجو، لان المانجو شوي بتنعد دسمه، نص مانجو. للعنب والكرز تقريبا 15 حبه اذا كانت الحبه كبيره. للبطيخ شرحه بطيخ يعني مثل القمر. وللدراء دراء يعني وسط، مش دراء كبيره، دراء صغيره. دائما بنستكبر خاصه اللي بيعملوا حميه غذائيه. طب خليني اسالك، هذا بالنسبه للمراه الحساسه، بالنسبه للرجل ضعف ما تاكله المراه. هو عايز ياكل اكثر. لا الفواكه اسفل للرجل والمراه. لا يا لما طيب قولي لي للناس اللي عامله حميه غذائيه انه عايزه تقلل من السكر، وماذا ايضا عن اصحاب الامراض المزمنه؟ ماذا يلجؤون؟ ايه الافضل ليهم؟ انا بالنسبه لي اي مرض ما بيمنعنا ناكل الفواكه الا امراض الكلى اللي هن بدنا نعمل لهم بوتاسيوم كاونتنج، حتى السكري، حتى اللي بدهم ينزلوا وزن. الفواكه كثير اساسيه، اول شيء بتعطيك احساس بالشبع، والاشخاص اللي عندهم كريفنجز للشجر بس الاقل منهم سكر. طبعا الاقل، لا بتعرفي شو، انه هي مش الاقل منهم سكر، تفرق الكميات، لانه كل الفواكه كل حصة فواكه فيها سيرفينج سايز معين من السكر، بس ديبيندز على الكوانتيتيز. مشان هيك ما في اكل عنقود عنب كبير بدي اكل بس 15 حبه التفاحه مثلا لانه فيها سكر اقل، باخذ حبه كامله من السيرفينج سايز كميه. لما احنا انتهى وقتنا، ولكن بكلمه نعم او لا، هل يعني هذه الحصص اذا ما عملناها عصير نفس الفوائد ولا لا؟ أبدا. انا ضد العصير، لانه العصير بيحتوي على 8 ملاعق سكر طبيعي، لانه احنا بدنا مثلا 3 حبات برتقال لنعمل كوب برتقال، وبيخسر كل الالياف اللي فيه. لانه احنا لما بنعصر اللب اللي بيبقى وهذا بيروح بيفقد اكيد مش نروي عطشنا بالعصير بالمي. شكرا جزيلا لما سنجر اختصاصيه التغذيه، حدثتنا عن فواكه الصيف.